مكان يا مكان بقديم الزمان كان في الزلمة. هالزلمة كان طويل عريض مهضوم حلو أمور. كان عنده شغلة واحدة بتختلف عن الباقيين، كان عنده رجلين كتير كبار، كتير كتير كبار، كتير 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 كبار، لدرجة انه هو ماشي رجله بتوصل لوجهه. هالزلمة كان اسمه طنبوري. شو كان اسمه؟ طنبوري. بما انه رجليه كتير كبار كان بحاجة لصباط شو يكون؟ كبير. وبما انه صعب الواحد يكون عنده صباط كتير كبير، كان كل ما ينخزق صباط الطنبوري يحط عليه شقفة قماش، كل ما ينخزق يحط عليه شقفة قماش، لحتى لي ما صار فيه بصباط الطنبوري أكثر من 100 رقعة قماش من أشكال وألوان مختلفة. صار الطنبوري هو ماشي بالشارع كل الناس تقول شوفوا 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 شو شوفوا صباط الطنبوري. طنبوري قال أنا زلمة طويل عريض بمشي بالشارع، الناس بتطلع على صباطي، لازم اتخلص من هالصباط. جمع مصاري لحتى لي مصار معه حق صباط جديد، وراح اشترى صباط. انبسط فيه هو راجع على البيت، مرق من حد البحر، مسك صباطه القديم وكبه بالبحر ورجع على بيته فرحان ومبسوط لانه اخيرا اتخلص من صباطه، او هيك كان مفكر. بعد الظهر مين عم بدق الباب علي؟ بيفتح الباب بيلاقي زلمه واقف بوجهه وبيقول له مرحبا طنبوري، مرحبا طنبوري، مرحبا طنبوري. اهلا اهلا تفضل. طنبوري ما عرفتني؟ لا ما عرفتك. انا عندي مفاجأة لإلك. مفاجأة؟ طنبوري بكيف على المفاجآت. قال له أنا صياد السمك وكنت عم بصطاد بالبحر واحذر شو لقيت. صباطك طنبوري. الله الصباط. أخذ الصباط وشكر الصياد وسكر الباب وطلع بالصباط وقال له بدي اتخلص منك. شو وين بدي روح فيك؟ الصبح بكير أخذ هالصباط ونزل على الشارع، طلع حواليه ما في حدا، حط الصباط بسلة الزبالة ورجع على البيت. أخيرا قدر يتخلص من صباطه، أو هيك كان مفكر. بعد الظهر بيفتح الباب بيلاقي واحد مرحبا طنبوري، مرحبا طنبوري، مرحبا طنبوري، مرحبا طنبوري، مرحبا طنبوري. أهلا 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 أهلا، نعم خير، شو بدك؟ طنبوري ما عرفتني؟ ما عرفتني ها؟ ما عرفتني صح؟ ما عرفتني ها؟ ما عرفتك، ما عرفتك، ما عرفتك، مين حضرتك؟ عندي مفاجأة لإلك. مفاجأة؟ أنا عامل النظافة وكنت عم بلم الزبالة وحذر شو لقيت؟ صباطك طنبوري. ياه علينا. أخذ الصباط وسكر الباب وطلع بالصباط وقال له بدي اتخلص منك. فكر وقال خليني روح على محل أبعد، اطلع من هالمدينة بقى. حمل الصباط وطلع بكير، مشي 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 لحتى ما وصل للغابة، طلع حواليه ما في حدا، في شجرة كبيرة بقلبها في فتحة. مسك الصباط وحط الصباط بفتحة بالشجرة، أخيرا قدر يتخلص من صباطه، أو هيك كان مفكر. بيرجع على البيت بحط راسه بده ينام مبسوط وفخور بحاله، ولا بيسمع عم بيندق بطريقة خفيفة كتير. بيفتح الباب ما في حدا، بيطلع يمين بيطلع شمال ما في حدا، بيجي هو عم بسكر الباب بيطلع بالأرض بيلاقي سنجاب. طلع بالسنجاب، السنجاب بيقول له مرحبا طنبوري. سنجاب سنجاب بيحكي، سنجاب بيحكي، ايه بيحكي طنبوري، بيحكي وعندي مفاجأة لإلك، كنت عم بحط الجوز بالشجرة واحذر شو لقيت. صباطك طنبوري. حتى الحيوانات بيعرفوا صباط الطنبوري. أخذ الصباط وسكر الباب وطلع بالصباط وقال له ما حتخلص بدي
اتخلص منك. طب ليش ما بروح على محل ما في لا انسان ولا حيوان ولا بنيات ولا سيارات ولا شيء ولا شيء ولا شيء ولا شيء ولا شيء؟ ليه ما بروح على الصحراء؟ فكره حلوه. اخذ الصباط وبعد ساعات وصل للصحراء. طلع حواليه، في شي جمل، في شي عقرب، في شي حيوان، ما لقى، في شي انسان، ما لقى. لقى حياة عالي كتير كتير. مسك الصباط، واحد اثنين ثلاثة، جنبه ورا الحيط، ورجع على البيت. اخيرا قدر يتخلص من الصباط. او هيك انا مفكر، لانه بالليل دو 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 ضرب قوي على الباب. طنبوري بيفتح الباب بيقول له انت الطنبوري. جنديان مع كامل اسلحتهم واقفين بوجهه. انت الطنبوري، عنا مفاجأة لإلك. قبل ما يفتح تمه بياخدوه وبيروحوا فيه على قصر الملك. اول ما يوصل الملك معصب بيوقف وبيطلع بالطنبوري بيقول له انت الطنبوري. ملك انا طنبوري. انت عارف حالك شو عملت؟ ما عملت شيء. ما عملت شيء، انا كنت ورا الحيط بالصحراء وصباطك نزل فوق راسي. فوق راس الملك؟ ولي على الورطه. جلت الملك بعتذر. تعتذر؟ عندك خيار من اثنين، يا اما بحطك بالحبس يا اما بحطك بالحبس. جلالة الملك، بس هذول نفس الشيء. انا الملك وبقول اللي بدي اياه. طيب بالحبس في حراس؟ اكيد. الباب مقفل منيح؟ طبعا. في شباك جوا؟ ما في ولا شباك ولا شيء. بيقدر حدا يجي يزورني؟ ممنوع الزيارات. ياي بدي فوت على الحبس، بدي فوت على الحبس. الملك اطلع فيه، طنبوري شوف قد عقلك، عم بقول لك بدي احطك بالحبس، مش اخذك رحله. ايه حبس حبس. ياي ياي عم شو بك ليه هالقد مبسوط؟ قال له هيك بتخلص من صباطه. ما سمعت، بتخلص من صباطه. صباطك ليش؟ شو بيه صباطك يا جلالة الملك؟ اول يوم رميت الصباط بالبحر لقى صياد. تاني يوم رميته بالزباله، مين لقى؟ اللي بيشيل عامل النظافه. تالت يوم رميت الصباط بالصحراء. بالغابه، مين لقى؟ سنجاب. يا جلالة الملك، سنجاب عرف الصباط. ورابع يوم رميته بالصحراء ونزل فوق راسك. الملك لما سمع هالخبري صار يضحك ويضحك 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 لحتى اللي مقلب على الارض. قال اسمع يا طنبوري، انا رح ساعدك. يا حراس جيبوا لي علبة ازاز كبيرة كبيرة. جيبوا له علبة ازاز. طنبوري حط صباطك بقلبها واكتب خبريتك وقصتك كلها. كتب الطنبوري كل الخبرية، والملك امر انه ينحط هالصندوق بقلب جنينة القصر، وبعت منادي نادي بكل المملكة. اللي بده يشوف صباط الطنبوري ويقرا حكايته ما له غير يجي يزور جنينة قصر الملك. وتوتي توتي خلصت حتى توتي. عجبتكم؟